أعتقد بأن هذه المرة هناك ضمانات كبيرة على المستوى الدولي وعلى مستوى الأمم المتحدة وكذلك على مستوى المنصة المثالية التي يحاول أن يوفرها المغرب لمفوض طرفي النزاع في ليبيا. أعتقد بأن هذه المرة هناك إمكانية للخروج بوثيقة سياسية قد تكون يعني أساسية للتطور في إيجاد تسوية سياسية لنزاع في ليبيا، سيما أنه كانت الجولة الأولى في بوزنيقة وكانت عنها مخرجات، وعبر كذلك كلا الطرفين عن أن هناك تفاؤلا كبيرا بشأن المستقبل. ثم كان هناك تطور لا من خلال الاجتماع الذي كان في سويسرا وكذلك الاجتماع الذي كان مؤخرا في الغردقة، هناك تقدم وهناك كذلك مشاورات كانت مكثفة فيما بين متدخلي الصراع مع كل الأطراف، وهذا يعطي قناعة كبيرة اليوم بأن الليبيين بإمكانهم إنضاج وثيقة سياسية قد تكون أساسا لتسوية لحل النزاع في ليبيا، رغم أنه كان هناك اجتماعات مكثفة في مجموعة من المؤتمرات كمؤتمر باليمو ومؤتمر باريس ومؤتمر برلين، لكن لم ينجز هناك أي تطور على ما سبق إنجازه في اتفاق الصخيرات. لكن كما قلت هذه الجولة تأتي بعد نحو شهر من أخرى سبقتها، وكل ما توصلت إليه هو فقط استمرار الحوار واستئناف لقاءات الوفدين، أي لا شيء على الأرض. ما العائق الرئيسي أمام الوصول ولو لبنود صغيرة لكن تكون حقيقية وتطبق على الأرض وتفائل الليبيين؟ طبعا هناك صعوبات سبق وأشرت إليها، هناك يعني تدخل دولي كبير في الشأن الليبي، وكذلك هناك أحلاف لطرفي النزاع، وهذا هو ما يعطل إمكانية تسريع بالوصول إلى حل، سيما أن اليوم نحن نتحدث في الرباط عن تفاصيل الصغيرة، وهذه التفاصيل وكيفية إجرائها على أرض الواقع فيها تبعات كذلك سياسية واقتصادية، وفيها كذلك مناقشة الربح والخسارة بالنسبة لكل أطراف المتدخلة في ليبيا، وهذا هو من شأنه الذي يعطل إمكانية أن يجتمع الليبيين مع بعضهم البعض فقط من أجل إنضاج يعني حل سياسي ليبي صرف. اليوم هناك إشارة من الأمم المتحدة ومن منصة المغرب بأنه يجب أن يكون الحل ليبي، لكن أعتقد بأن الوفود تضع في حساباتها بأن يجب أن تعود إلى قواعدها من أجل مشاركة ما توصلوا إليه قبل التوقيع أو التصديق على أي اتفاق واقعي يمكن أن ينفذ إلى أرض الواقع. هذا ما يعني بأن الليبيين مسلوبي الإرادة في تنفيذ الإجراءات إلا بعد مباركة من المتدخلين الدوليين. نعم، هنا تحديدا الإشادة الأممية بهذه المباحثات في بوزنيقة والغردقة، هل هي إشارة بأن هناك ما تريد جهات دولية التنصل منه أو تحقيقه، ولكن بصورة مبهمة لحين الاجتماع في جنيف كما تفضلت؟ نعم، اليوم الأمم المتحدة ليس بإمكانها يعني أن تتدخل بشكل قوي لفرض إرادتها، لأن هناك حتى إشكالية على مستوى تعيين مبعوث خاص من مجلس الأمن في ليبيا. إذن الإشكالية الأساسية يجب أن يتم يعني النقاش، يجب أن يتم تقريب والتوافق في وجهات نظر فيما بين حكومة الوفاق وكذلك مجلس البرلمان في طبرق، ويجب كذلك ترتيب هذه النتائج ولو بصورة ضعيفة جدا، ليست على قدر مستوى الأزمة الليبية، ولكن ليبيا لا تريد أن الأمم المتحدة لا تريد أن تكون في موقف متفرج، ولكنها يجب أن تؤمن بأن هناك شيئا ما يحضر، لكن هذا الشيء الذي يحضر هو ضعيف بالنسبة ما تحتاجه الأزمة الليبية، لأنه يوم بعد يوم في التأخر تزيد صعوبة التوافق وتزيد صعوبة يعني المشكلات في ليبيا. ولكن أعتقد بأن هذه المرة هناك إمكانية يتفهم حتى الليبيين بأنه يجب تحقيق نتائج جيدة. لماذا؟ لأن الأرض الليبية لم تعد تحتمل يعني حجم المعاناة، لا سواء المدنية ولا سواء العسكرية ولا سواء السياسية، أكثر مما هي عليه الآن. ولكن يجب كذلك أن نقدر بأن هناك صعوبات كبيرة وجمة كذلك يفرضها المتدخلون في الشأن الليبي، سيما أن ليبيا اليوم باتت يعني تناقش من حيث مصلحة هذه الأطراف من خسارتها في تلك الأرض، ولذلك هذا التنافس الشرس فيما بين الأطراف الدولية يؤثر بشكل كبير على صيرورة المفاوضات وعدم تحقيق نتائج.
أستاذ عبد الفتاح، باختصار كيف تقرأ تمديد مهمة مراقبة السفن وأيضا التجديد على وقف تدفق المرتزقة من قبل البعثة الأممية؟ هل هي محاولات أوروبية للقول أن الحل سيطرح فقط على طاولة المفاوضات الدولية؟ هو من بين الوسائل المهمة لإيجاد تسوية سياسية، يجب كذلك تنفيذ هذا القرار الأممي وقف يعني تصدير السراح وكذلك المرتزقة، ولكن العيب في تطبيق هذا القرار هو أنه لم يحقق الشمولية على المستوى البري وعلى المستوى البحري، لذلك لا توجد آلية أممية شاملة لمنع وصول السلاح والمرتزقة إلى ليبيا، ولذلك الاتحاد الأوروبي يحاول أن يقوم بدوره في المجال الذي يوفر له هو حماية من المهاجرين أساسا، ولكنه كذلك بغطاء بأنه ينفذ توصية من توصيات مجلس الأمن الدولي. نعم، ضيفي من الرباط عبد الفتاح الفاتحي، مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية، شكرا لك على كل هذا التوضيح.